الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن تبرير الذات والدفاع عن النفس، ونحب برضو نتكلم عن هذا الموضوع مرة ثانية نكمل تأملاتنا فيه. الإنسان المتواضع لا يدافع عن نفسه ولا يبرر ذاته، لأن الإنسان اللي بيبرر ذاته بيهمه فكرة الناس عنه إنهم يمتدحوه. فإذا كان الشخص لا يضع في نفسه أن يمتدحه الناس، ودي لا ترضي قلبه، فيبقى مش هيهتم بتبرير ذاته، لا عن ارتفاع في القلب أو لا مبالاة، وإنما عن اتضاع. ما في إنسان بيحتقر الآخرين ورأيهم سواء كان كويس أو وحش وبلا مبالاة، يقولوا يهمني إيه كلام الناس، يقولوا زي ما يقول، ما يدافعش عن كبرياء. وفي إنسان ما يدافعش عن اتضاع، الإنسان في عدم تبريره لذاته نحطها في ثلاث نقط: لا يبرر ذاته أمام الناس، لا يبرر ذاته أمام الله، لا يبرر ذاته أمام نفسه من جوه، لأن في إنسان بيبرر ذاته أمام نفسه، يعني بغض النظر الناس يقولوا عليه كويس ولا وحش، لكن هو يقول لا أنا مش غلطان، أنا ما عملتش حاجة، أنا مش غلطان، أنا ما عملتش حاجة، أمام نفسه من جوه. مثل هذا الإنسان لا يعترف بخطاياه، هيعترف بإيه ما دام مش معتقد إنه غلطان؟ وأيضا لا يطلب المغفرة حتى من الله نفسه، هيطلب المغفرة ليه ما دام مش غلطان؟ ما دام معتقد إنه مش غلطان لا هيعترف بخطيته أمام الكاهن ولا هيطلب من الله المغفرة لأنه مش معتقد أنه غلطان. زي أيوب لما قال لربنا فهمني أنا أخطيت في إيه، أنت بتستذنبني لكي تتبرر أنت، عرفني خطيتي وأنا خدت أعملها إكليل فوق راسي. ده إنسان بيدافع عن نفسه. في إنسان بيدافع عن نفسه وهو بار، وفي إنسان بيدافع عن نفسه وهو خاطئ، يعني برضو دول درجتين. إنسان بار ومظلوم وبيدافع عن نفسه دي نوع، وإنسان خاطئ وثبت الخطية عليه وواضحة أمام عينيه وأعين الناس وبرضو بيبرر نفسه، دي أوحش. هنتكلم على الحاجات دي. الإنسان اللي مش معتقد إنه خاطي ده يبقى مش محتاج للمسيح كمخلص، مش محتاج لربنا إنه يغفر، لأن الكتاب بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وبالتالي مش بس لا يحتاج الى مغفرة، ده لا يحتاج الى توبة. هيتوب عن ايه ما دام مش غلطان؟ ولا يسعى الى التوبة ولا الى تغيير حياته لانه مش غلطان. وهكذا يثبت ويستمر في خطيئته.
الإنسان الروحي لا يبرر نفسه وإنما يجعل الله يبرره. بل باعترافه بخطيئته يبرره الله، مثلما قيل عن العشار في قصة العشار والفريسي: فخرج مبررا دون ذاك. يعني اعترافه بأنه خاطي جعله يخرج مبررا. أما الفريسي الذي لم يجد لنفسه خطية فلم يخرج مبررا. نفس الوضع في قصة سمعان الفريسي والمرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، لأنها اعترفت بخطيئتها المسيح قال: غفر لها الكثير، غفر لها الكثير. أما الفريسي فمش معترف إنه خاطئ، ده بيقول هذه المرأة خاطئة، لكن هو مش معترف إنه خاطئ، لذلك لم يغفر له شيء. بينما المسيح أثبت له إنه خاطئ، قال له: إنسان له مدينان، على الواحد 500 وعلى الآخر 50، يعني على الأقل الفريسي ده عليه 50 إن كان على الخاطئة 500، لكن الفريسي مش حاسس بأن عليه حاجة. كان بارا في عيني نفسه. يعني المشكلة إن الإنسان يكون بارا في عيني نفسه ثم يحاول أن يكون بارا في أعين الناس، أدي المشكلة. يكون بارا في عيني نفسه ويحاول أن يكون بارا في أعين الناس. ينظر إن إنسان يعترف إنه غلط أو إنه خاطئ، ما أسهل أي تصرف يوجد له دفاع بالحق بالباطل، أهو في دفاعه بس. ينظر إن إنسان يكون سهلا في التفاهم ويقول: أيوة أنا غلطان في دي، يبرر ذاته. الإنسان الروحي حتى وهو مظلوم يترك للرب أن يدافع عنه ولا يدافع عن نفسه، بل إذا كان أعمق في الروحانية لا يرى أنه مظلوم ويرى أنه يستحق كل ما أتى عليه. وإذا كان أعمق من هذا أيضا يرى أنه يستحق أكثر وجوزي بأقل مما يستحق. ده الإنسان لما يدخل في عمق الاتضاع. الاتضاع مش معناها أن الواحد يقول أخطيت وهو في أعماقه لا يشعر بخطيئته، إنما يقول أخطيت وهو في أعماقه يشعر أنه أخطأ. وإذا اتهم باتهام من شخص آخر يعتبر هذا الشخص صديقا إذ كشف له عيوبه وينبسط ولا يثور ولا يدافع، يقول كتر خيره كشف لي عيب فيه، بدل ما ينكشف هذا العيب في اليوم الأخير حينما تفتح الأسفار أمام الكل. الكتاب بيقول الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون.
تصمتون يعني انتم ما تدافعوش عن نفسكم، ربنا هو اللي بيدافع عنكم. ولذلك المتواضعون لا يدافعون عن أنفسهم، يتركون الله يدافع عنه. خذوا مثال لهذا، يوسف الصديق أخوته باعوه كعبد للإسماعيليين فلم يدافع عن نفسه وترك نفسه يباع. على رأي القديس موسى الأسود، سأل بعض الأخوة من الذي باع يوسف، فقالوا له باعه أخوته، فأجاب القديس موسى الأسود كلا، لم يبعه أخوته إنما باعه تواضعه، لأنه لو قال أنا أخوهم ما تم هذا الأمر. مش معقول الناس كان هيشتروا أخ، الواحد يشتري حاجة أنت تملكها علشان ياخد ثمنك. وبعدين اتهم ظلما من امرأة فوطيفار، ولم يقل الكتاب مطلقا إنه دافع عن نفسه، وألقي في السجن ظلما ولم يدافع عن نفسه، إلى أن أتى الوقت الذي دافع فيه الله عن يوسف وجازاه خيرا عن كل أتعاب. القديس أبو معار الكبير اتهمته امرأة خاطئة أو فتاة أخطأ معها شاب، بأنه أخطأ إليها، بأن القديس يعني أخطأ إليه، ولم يدافع عن نفسه، بل بالعكس لما قالوا له اصرف عليها بقى الحاضر، وبقى يقول كد يا مقارة، بقالك زوجة وبقالك أولاد، وقعد يتعب نفسه في الشغل أكتر، إلى أن دافع عنه الله وكشف براءته حينما تعثرت هذه الخاطئة في ولادته. ولما جم يعتذروا له هرب من المكان وذهب إلى الإسقيط، وهكذا تأسس الإسقيط باتضاع القديس مكاريوس الذي قبل الذنب ولم يقبل أن يبرره الناس ويعتذرون له. من أعمق الأمثلة في عدم الدفاع عن النفس القديسة مارينا اللي ترهبنت بشكل رجل، يعني على اعتبار أنها رجل، واتهموها ظلما انها اخطأت مع فتاة، يعني اعتبروها انها راجل واخطأت مع فتاة. يعني كان سهل جدا تقول لهم انا امرأة ويبقى الحكاية انتهت. احتملت الذنب واحتملت العار واحتملت الفضيحة وظلت تحتمل الى حين موتها، ولم يكتشفوا أنها بريئة إلا لما ماتت وجم يغسلوها لأوها امرأة، وأخذت بركة الاتضاع وعدم الدفاع عن النفس. صدقوني يا إخوتي، ليس الإنسان الذي يدافع عن نفسه هو الإنسان القوي يقدر يفحم غيره ويبين ان هو بريء، بل الذي يحتمل ولا يدافع هو الشخص القوي. المسيح له المجد كان يستطيع ان يدافع عن نفسه ويثبت ان كل التهم الموجهة ضده غلط، لكنه لم يدافع.
وقيل عنه إنه كشاة تساق إلى الذبح، هكذا لم يفتح فاه. وقيل إنه شتم فلم يشتم عوضا، ووقف صامتا وصامدا أمام كل الاتهامات. وماذا كانت النتيجة؟ حتى بيلاطس الوالي الذي كان يحاكمه قال: لا أجد علة في هذا البار. وكان صمته أقوى من كل دفاع. المسيح لم يدافع عن نفسه وهو بار، وللعجب كثيرون يدافعون عن أنفسهم وهم خطاة ومذنبون. هنا وأود أن أقول لكم إن الدفاع عن النفس حينما يكون خطية يشمل مجموعة كثيرة من الخطايا، يعني خطية مركبة أو خطية تلت خطايا أخرى. الخطايا ليست عواقر وليست عقيمة، كل خطية بتولد مجموعة من الخطايا الله يعلم عددها. ايه الخطايا دي؟ اول خطية الكبرياء. أو محبة المجد الباطل، لأن الإنسان المتواضع سهل يقول أخطيت. ولما أقول سهل يقول أخطيت أقصد أخطيت من قلبه، مش أخطيت صرف مجالس أو أخطيت بطريقة واحد عايز ينهي الموضوع وبس، أو يسكت اللي قصاده وما يكونش واضح أبداً في كلامه انه شاعر بانه غلطان. لا، كلمة اخطيت باللسان مش هي المقصود. المتضع ممكن نقول اخطيت من قلبه وبطريقة مقنعة ويريح اللي قصاده وخلصت. المتكبر ما بيقدرش. فخطية الكبرياء والمجد الباطل بتكون داخلة في الموضوع. ثانيا خطية عدم التوبة، لأن لو الإنسان تائب يعترف بأنه غلطان، لو ما فيش توبة ما فيش اعتراف بالذنب. ثالثا وهذا غالبا ما يحدث، خطية الكذب. غالبية الذين يدافعون عن أنفسهم يغطون أغلاطهم بالكذب أو بما يشبه الكذب، يعني أو إن كانت كلمة الكذب ثقيلة يعني أهو نقول بعدم الحق بعدم الصراحة ونقول زي ما نقول. المهم إن مفيش صدق، لأن ما دام في غلطة والواحد يقول إنه مش غلطان يبقى كده. أو نوع من المغالطات، يمكن كلمة مغالطة أسهل شوية، نوع من الإيه؟ المغالطات. زي واحد بيلف على اللي قصاده أو يدافع عن نفسه أو يبرر نفسه بكلام لا يقبله العقل وكلام مش معقول، ونوع من المغالطة ونوع من تصوير الأمور بغير حقيقتها، يعني سموها زي ما انتوا عايزين. وساعات الكذبة تتضح أو المغالطة تتضح
فيغطيها بمغالطة أخرى أو بكذبة أخرى، وهكذا تبقى مجموعة من الأكاذيب تلف بعضها البعض لكي يبدو الإنسان بارا في أعين الناس. ولكي لا يحتمل تهمة إنه أخطأ، وأحيانا خطية الدفاع عن النفس بتاخد معاها خطية أخرى هي المقاوحة، المقاوحة أو الجدل الذي يتحول من جدل إلى دجل. يعني واحد بيكذب في الكلام وبيناقش وبس، وأغلاط وراء أغلاط وراء أغلاط، ومقاوحة، مقاوحة يعني الحق باين وبيقاوح. المناقشة الكثيرة والجدل الكثير المتعب، وجايز مع الجدل والمناقشة كثرة الكلام، ويتكلم ويدافع ويتكلم ويدافع ويتكلم ويقاوح لغاية لما اللي قصاده يقول له خلاص يا عم، خلاص خلاص خلاص، ده انا اللي غلطان مش انت اللي غلطان، وكفاية على كده، ويخرج من الجدل، من المناقشة، من المقاوحة بخطية أخرى، وهي إنه أتعب نفس اللي بيسمعه. يعني اللي بيسمعه يكون تعب، يكون تعب منه نفسيا. وهكذا كثير من الذين يدافعون عن أنفسهم يخسرون الناس. يعني هو ربما يكون فاكر انه كسب كرامته او كسب سمعته او كسب تبريره لذاته، ولكن في الحقيقة بيكون خسر اللي قصاده. يعني اللي قصاده خد عنه فكرة صعبة من الجدل، من المقاوحة، من المناقشة، من المغالطات، من الكذب، فبيكون خسر اللي قصاده. والكتاب بيقول رابح النفوس حكيم. وبيقول فعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، بلاش مناقشات الكتير. أيضا الإنسان الذي يدافع عن نفسه كثيرا ما يفقد الوداعة في دفاعه عن نفسه، لأن الإنسان الوديع إنسان مهاود، إنسان إيه؟ مهاود، وإنسان سهل في التعامل، بينما الذي يبرر ذاته ويقول لا أنا ما غلطتش، لا ما حصلش، ويجادل ويناقش في جداله ونقاشه ومقاوحته، وما بيكونش سهل في التعامل، أو يشعر الذين يتعاملون معه إن التعامل معه صعب، بل ربما يأخذ الناس منه موقفا إنه مهما غلط لا يعاتبون. يقول لك هاجع عدبه وأوجع دماغي وأخش في مناقشات لا تنتهي ومقاوحات لا تنتهي وجدل لا ينتهي وتبريرات لا تنتهي، وأخرج بلا نتيجة، وجايز نخسر بعض في السك، فيبقى أحسن بلاش.
وهكذا شوية بشوية، مثل هذا الإنسان الذي يدافع عن نفسه كثيرا ينطوي ويصبح تعامله مع المجتمع ليس سهلا. الجدل الكتير والمناقشة الكتير دي البعض يصفها في أوقات معينة بالعناد والصلابة في الرأي، يقول لك فلان ده راسه ناشف، مش ممكن أبدا يقول غلطان، مش هتعرف تناقش، مش هتعرف تجادله، مش هتوصل معاه لنتيجة أبدا، فأحسن تركنه على جنب وسيبه في سكته. ده اللي دايما يدافع عن نفسه. في بعض الأوقات خطية الدفاع عن النفس تقود إلى خطية أخرى هي إلصاق الخطأ بالآخرين. إلصاق الخطأ بالآخرين زي ما آدم جه يدافع عن نفسه فألصق الخطأ بحواء. وكثير من الناس يحبوا يخرجوا نفسهم من مشكلة بأنهم يوقعوا غيرهم في مشكلة، أو أنه مش هو اللي غلطان، ده يبقى فلان اللي غلطان، يلصق العيب بالآخرين. تقول له ليه ما جتش، يقول لك ما حدش قال لي، يعني يبقى اللي ما قالوش هو اللي غلطان. تقول له ما رحتش الكنيسة ليه، يقول لك اصل ما بستفدش، بيقولوا الالحان بطريقة صعبة، بكروته الصلاة، يبقى هيجيب العيب على الاخرين. يعني ده أحيانا الإنسان يجيب العيب على ربنا مش على الآخرين. زي واحد يفشل يسقط يجرى له حاجة يقول يا رب ليه بتضطهدني، انت مش لاقي غيري، بلصق العيب بربنا. أيوب ألصق العيب بربنا، قال له لماذا تضطهدني، انا برضو نفس الأبر. ده في بعض الأوقات جايز تصل للتجديف، يعني الواحد عشان يبرر نفسه يجدف على ربنا. من أمثلة الماركسية اللي جميع المظالم في العالم وعدم التكافؤ الاجتماعي يلصقونه بالله، ويقول له ربنا ده قاعد في برج عاجي ومش سائل في الناس ومش همه، اللي بيظلم بيظلم واللي بيسرق بيسرق، وهكذا يهاجمون الله نفسه. دي خطأ بيقع فيه الواحد لما يحب يبرر نفسه، وساعات تبريره لنفسه يدخله في نوع من التبجح، أو عدم الأدب في الكلام، زي قايين لما أراد أن يبرر نفسه في مقتل هابيل، قال لربنا، قال له أحارس أنا لأخي؟ هذا الكلام ده يتقال؟ أحارس أنا لأخي؟ أنا مالي أنا؟ ناس كتير بالشكل ده بيقعوا بغلط من كده. آدم قال له المرأة التي أنت جعلتها معايا هي اللي عملت الحكاية، يعني أنت جعلتها، يعني أنت جبت لي تهمة. كتير من الناس في دفاعهم عن أنفسهم يفقدون أدب التخاطب أو أدب التعبير،
وربما يكون أسلوبه غير لائق في دفاعه عن نفسه، وجايز يخطأ باللسان خطايا كثير. وفي إنسان في دفاع عن نفسه في ناحية التبجح دي يمشي بطريقة خده قبل ما ياخدك أو كله قبل ما ياكلك، زي سواق يمشي في السكة يطص واحد تاني يعوره وينزل من العربية يشتم في الشخص اللي هو طصه ويقعد يشتم فيه لغاية لما التاني يقول يا عم ما، ويطلع وعايز يطلع اللي اصطدم بسببه إيه هو اللي غلطان، يقول لك ايه كله قبل ما ياكل. ناس كتير برضو في دفاعهم عن انفسهم يحبوا ياكلوا اللي قصادهم بدل ما يتاكلوا هم، وطبعا دي طريقة غير روحية، لكن للأسف ممكن انها تمشي برضو مع بعض الذين يسلكون في طريق روحي بطريقة أخف يعني، لكن برضو نفس الطريق، برضو إيه نفس الطريق، زي واحد يغلط بدل ما يقول يا رب أنا غلطان يقول يا رب أنت تركني ليه، أنت تركني ليه، يعني الغلط سببه ربنا هو اللي تركه يعني، مش إن هو اللي غلطان. أحيانا الإنسان في دفاعه عن نفسه يتنرفز، يقع في الغضب والغضب والنرفزة، ولا يحتمل أن يتهم، ولا يحتمل أن يقال عليه إنه غلط، فيتنرفز على اللي قصاده ويقع في خطية النرفزة والغضب. وجايز واحد في نرفزته وغضبه يشتم في اللي قصاده أو يهينه، زي أيوب ما قال لأصحابه الثلاثة، قال لهم أما أنتم فملفقوا كذب، أما أنتم في إيه؟ فملفقوا كذب، معزون متعبون كلكم، أما من نهاية لكلام فارغ. ده كلام أيوب موجودة في سفر أيوب. فممكن الإنسان في دفاعه عن نفسه يتنرفز، يدافع بأعصابه وليس بمنطقه، يمكن اللي بيدافع بالمنطق والعقل أخف، لكن اللي يدافع بالأعصاب وبيتنرفز أو يثور أو لا يحتمل، أو إذا وجهته إلى أي عيب تجد أمامك بركان وطبعا من أجل البركان الناس يسكتوا، فهو يلاقي إن دي الطريقة اللي بتسكت الناس، كل ما يتهموه يروح خابط خبطة الناس يسكت، فتصبح عادة، تصبح إيه عادة. ده في إنسان في دفاع عن نفسه بيضرب أو بيشتم، يدافع بدراعه يعني. وأحيانا في الدفاع عن نفسه يدخل الإنسان في قساوة القلب، في قساوة القلب، ساعات قساوة اللسان وساعات قساوة القلب وساعات قساوة الأعصاب، وتخش في نوع من القساوة أو في الانتقام، لأن ساعات الدفاع عن النفس بيكون نوع من الانتقام للنفس، وساعات الدفاع عن النفس يدخل في إدانة للآخرين. الواحد يدافع عن نفسه بأنه يدين غيره، تقول له أنت عملت كذا، يقول لك أنا يعني مش لاقي غيري، طب ما تروح تشوف فلان ولا فلان ولا فلان اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل، وتلاقيه خرج على الموضوع ودخل في فلان ولا، ويدخل في إدانة الآخرين في دفاع عن نفسه. وطبعا في كل هذا اللي بيدافع عن نفسه بيعثر الآخرين، يعثر الآخرين
يعني لما الناس يشوفوا واحد بيدافع عن نفسه بهذا الأسلوب وقاعد يتنرفز ويشتم ويجادل ويقاوح ويكذب بيعثروا من طريقة الدفاع، فإعثار الآخرين بتكون خطأ آخر يضاف إلى الدفاع عن النفس. ويخيل إلي أن من ضمن الأخطاء الشديدة جدا والعميقة الأثر جدا في الدفاع عن النفس إن الإنسان أحيانا يحاول أن يفلسف الخطأ. يفلسف الخطأ يعني يبرره فكريا ويشعر غيره أن ده مش خطأ وده وضع طبيعي وما فيهوش حاجة. ومن هنا نتجت المذاهب الفكرية المتعددة والمذاهب الاجتماعية والمذاهب التربوية، كل واحد بيبرر خطأه بأنه يحوله إلى فلسفة أو إلى فكر. زي كتير من الهرطقة وقعوا في غلط، لو كانوا متواضعين واعترفوا بالخطأ لانتهى الأمر، لكنهم أرادوا أن يبرروا أنفسهم، فالخطأ ده بدأوا يفلسفوه، يحولوه إلى عقيدة، إلى مذهب، يجيبوا له أدلة، يجيبوا له براهين، يجيبوا له آيات، خلاص تحول إلى فلسفة. فكركم يعني الوجودية دي مش أصبحت فلسفة اسمها وجودية؟ واحد بيبرر خطأه انجراف وراء اللذة ويقول لك أوجد أنا ولا يوجد الله يبقى كويس، خير لي إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا، لكي أتمتع أنا بالوجود. بيفلسفه. حتى الأبيقوري بيقول له لنأكل ونشرب لأن غدا نموت، يعني بدأوا يفلسفوها إن لها أسباب وبراهين وحاجات زي دي. ده واحد مثلا بيكنز المال يفلسف ويحاول يخليها مبدأ ويقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ويتهم الذين يصرفون بالتبذير والإسراف وإنهم بيضيعوا الفلوس، ويقول لك اللي عنده مال ومحيره ويجيب حمام ويطيره ويحاول يفلسف انه بيكنس او انه ما بيصرفش، واللي بيكسر الوصية بيحاول يبررها بان هناك نواحي عملية يصلح فيها كسر الوصية. بس يعني لما واحد يقول كسر وصية الناس ما يقولهاش بالشكل ده. زي واحد يجوز مطلق يجيب لها مبدأ ويقول لك ده بدل ما يترك الدين ده احنا انقذناه من الارتداد، ده احنا ويوري ان هو عمل خير ويحولها الى مبدأ والى فكر. او ان واحد يجوز واحد جيزة خاطئة فيحاول يبررها بانها مش خاطئة وتتحول الى مبدأ. أو واحد يكون ما بيصومش يقول لك مين قال إن في صوم؟ المهم في الروح، الجسد ده ملهوش قيمة، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، ويحولها إلى مبدأ. محاولة فلسفة الأخطاء محاولة صعبة، حينما في تبرير الذات يحول الإنسان الخطأ إلى عقيدة. حول الخطأ إلى عقيدة. وهكذا مثل هذا الشخص لا يكون قد أخطأ فقط، وإنما يكون قد قاد غيره إلى الخطأ أيضا. قد قاد غيره إلى الخطأ أيضا، بل ربما يقود أجيال
إذا حول هذا الخطأ إلى فلسفة، واعتنق هذه الفلسفة ناس في أجيال كثيرة. أما المتواضع فلا يسقط في شيء من هذا، لأنه لا يبرر نفسه. يريت أن الإنسان يدرب نفسه أن هو لا يبرر ذاته ولا يدافع عن نفسه، وإذا واحد اتهمه اتهام يفكر فيه الخطأ ده ولا لا، إن كان فيه بكل اتضاع يصلحه، مش موجود فيه يحتمله ويسكت. وتأكد انك انت لو احتملت واحد هو ربما يبكت ذاته لما يرجع لنفسه اكتر مما بكته انت، وده ما يذكره الكتاب في الميل الثاني، ومن سخرك ميلا امشي معه ميلين الى اخر. في حالات استثنائية في الدفاع عن النفس اللي نسميها توضيح الخطأ، توضيح الموقف. يعني واحد زعلان منك في حاجة فأنت بتوضح الموقف، بتوضحه ليس دفاعا عن نفسك وإنما عشان تريح اللي قصادك، وكل واحد عارف قلبه بالضبط، إن كان دفاع عن نفس يبقى غلط، إن كان بتريح غيرك يبقى مش غلط، بس بشرط إنه يكون صدق مش تريحه، يعني تكذب له 100 كذبة عشان تريحه. نكتفي بهذا وأشكر حسن أنصاتكم.